اليوم بتشوفي مثلا بفرنسا عندك فنانين يعني وكلهم اللي كانوا بهذا هذا الكونسرت، يعني اليوم بتشوفي انه هن فرنسويه وكلهم يعدوا نجوم عالميه وما عندهم مشكله يشاركوا مع بعض، مثل كمان اذا فينا نقول ذات المبدا تبع لي زانفواري بفرنسا بيشارك مع بعض. اليوم بلبنان انت بخبرتك وبصراحه قد ايه صعبه تقنعي مثلا ثلاث اشخاص من الصف الاول يشاركوا مع بعض كرمال لبنان؟ وهلا كمان اكيد رح نحكي عن حفلتك انه كيف شاركت اليسا، كانت مفاجاه انه كيف في شخصين اول مره بلكي بنشوفها انه شخصين انه ما انا موجوده. ليه قولك هيدي يعني هيدي الفكره عند الفنان اللبناني؟ بعتقد العلاقه بعقليه معينه ما عم نقدر نطلع منها. يعني اليوم كمان مش بس هيك، في اشياء بتضحك، بيصير في تجارب اوقات ينعمل اغاني بركه وطنية أو اجتماعية أو أغاني هاتفة وبيجمعوا فيها عدة فنانين، تطلع الغنية طولها 15 دقيقة. ليه؟ لأنه كل واحد بده يغني دقيقتين، وليه هو غنى أكثر مني؟ بتصير الغنية طولها 15 مينوت كرمال الكل يطلع له نفس دي عدد ال إيه. في عقلية معينة يعني سيدة وموجودة وما عم نقدر نتخطيها. بس اليوم بيضل في فنانين مثل ما قلتي عن إليسا، اشخاص لانه النجوم ولانه ناجحين لانه مرتاحين مع حالهم ما عندهم مشكل انه يكونوا موجودين مع غير فنان ويكونوا سوا عم بيقدموا شيء هادف. يعني اليوم انا علاقتي باليسا النجمة اليسا علاقه كثير حلوه ان كان على الصعيد الشخصي او الفني، وهي قبلت هيدي الدعوه لانه في هيدي العلاقه، بس لانه كمان في احترام متبادل، ولانه كمان هي بيعني لها الرسالة اللي نحن عم نغني عم نعمل كرمالها هالحفلة هي لبنان. حتى بتلاحظي اللي هي أعلى من كل شيء، يعني حتى بتلاحظي بالمسلسلات بلبنان لأن ما بدهم يحطوا اسم قبل الثاني، يعني مثلا كمان مظبوط بصيروا يحطوا النجم مزبوط. الضيف اللامع مظبوط اللي بحطوا لهم كل واحد لقب، انه مثلا بشوف اهم فلومة بيقطعوا الاسامي، يعني يا بار اورد الفابيتيك يا بحسب الظهور. يعني اكيد اليوم كمان بدي احكيكي عن هالحفلة اللي رجعت عطت امل للبنان، وكتبت انا انه هيدا كمان استوحيت من كلمه اسامه، يعني الرحبان اللي قال انه هالمقاومه الفكريه والثقافيه، وهي كمان نحن بالجامعه اليسوعيه كنا نقرا عنها كثير المقاومه الثقافيه انه اليوم بلبنان. وجمله اللي قالها كمان اسامه استعملتها، انا كنت مره عامله معرض ببيت بيروت مع 50 فنان وقلت نفس الجمله لوينستون تشرشل انه اليوم لو عم نحارب يعني مهم يضل في بادجت للثقافه وللفن، لانه بلد بلا ثقافه وبلا فن لشو بده يحارب. اليوم قد ايه كانت مهمه هالرساله، وخاصه انه كلكم قدمتوا، حتى ابراهيم كمان شارك، قدمتوا كل شيء ببلاش، تعبكم مجهودكم بلا بدل مادي، رجعتوا هيك بمحل وين تفجر قلتوا لا بيروت ما بتموت والثقافة والفن أقوى. أكيد يعني نحن اليوم دورنا كفنانين كمان نقدم للناس بظل هالظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها مثل أمل، لأنه نحن الفنانين يعني بحياة الناس مثل هيدا الضوء يلي لازم يضل موجود يذكر بالتفاؤل وبالأمل. هيدي الحفلة انعملت وبعنوان ليلة أمل لهالسبب، لأنه اول شيء فنيا وثقافيا في تراجع كثير كبير لانه الظروف الصعيده، يعني بيفكروا انه الناس الفن والثقافه شيء لوكس، انه ما في وقت، يعني هلا بدنا نفكر بشيء ثاني. اكيد مع انه الفن والثقافه هن بيشكلوا هويه بلد ومجتمع بكامله، يعني اذا بدك تقضي على شعب او على مجتمع بتقضي على ثقافته، بتقضي على التربيه، بتقضي على كل هالامور هيدي اللي بتخلي انه بلد يكون عنده هالواجهه الحضاريه اللي نحن بنفتخر فيها بالعالم. هيدي الحفلة هي استمرارية للفن وللثقافة، وهي كمان أمل للناس. كلنا مثل ما قلت قدمنا جهودنا، فريق عمل كتير كبير، حطينا إيد بإيد كل قوتنا حتى نحقق هيدي الحفلة على مستوى كتير عالي، ونكون كرمة بالأشياء اللي عم نقدمها للناس، وتكون حفلة مجانية للكل. وبدي أشكر كتير كل شخص دعم هالحفلة، لأنه اليوم كان عنا كمان بارتنرز هن آمنوا بهذا هالرسالة ودعموا هيدا الحفلة حتى نقدر نحقق هيدا الحلم، لأنه حلم اليوم أنك تقدمي كونسرت بهالضخامة بهيك ظروف يعني ويكون مجاني.